كلية المصطفى للجامعة قسم هندسة تقنيات الحاسوب، وياكم أستاذ صفا. Network Simulation عندنا المرحلة الثالثة، اليوم حنكمل الـ Part 2 of OSI Layer. اليوم حناخذ مثال عن هالـ Application الـ OSI Model، وحنبدي بالـ Layer الـ Application Layer. فهي عبارة عن الـ Source Host، حنحكي احنا هسه عن الـ Source وعن الـ Destination، شلون ترسل الـ Packet وعملية إرسال بين 2 Network. المهم سعدنا السورس، فالسورس احنا اخذنا المثال مثلا واحد يريد يرسل دراجة، فمكان الارسال هو جيرماني، احنا نريد نرسل للجيرماني. اول شي لازم عندنا احنا هذه الابليكيشن لاير، بالبرزنتيشن لاير make sure you have the proper direction to disassemble and reassemble the bicycle. لازم عندك الوجهة الصحيحة اللي حترسل بها البايسيكل، وهيكون تقدر تجمع وتقدر أيضا تجميع بالسيندر وبالريسيفر. فلازم هنا الشخص اللي يريد يرسل call your friend and make sure you have his correct address، تتصل بزميلك اللي تريد ترسل إليه البايسيكل وتقول له على الأدرس الصحيح، تسأله عن الأدرس على مود من ترسل يكون العنوان مضبوط. بالترانسبورت لاير، تذكروا الترانسبورت لاير هنا هيصير عملية سيجمنتيشن، فحنرسل لكل مجموعة باكت حنخليها في صندوق، شوفوا هنا نسمي نخليها بصندوق ونقسميها، فهيكون هنا البوكسز ار لابلد 1 of 3 2 of 3 and 3 of 3، اذا مقسم الى ثلاثة اجزاء ومرقمة 1 من 3 2 من 3 3 of 3. اجي اجزء هذا البايسيكل القطع مالته وخلاها بهذا الصندوق وكتب عليها ليبلات. بعدين عندنا النتورك لاير، تذكرون احنا النتورك لاير سميناها السيسكو لاير او الاي بي ادرس. put your friend complete mailing address، تخلي بيه العنوان الاساسي اللي تريد ترسل اليه on each box since package are too big for your mailbox. بما انه حجم هذا الصناديق كبيره، فانت لازم تحتاج إلى البوست أوفيس على مود ترسل إليه، لأن مع الرسالة وتكتبها وحترسل ما حترسل إلا عن طريق البوست أوفيس. فأخذنا هاي الباكتس ورسلناها، هاي الباكتس بالترانسبورت لاير عن طريق النتورك لاير هسه يجي، فخليناها لها عنوان ورسلناها. نجي على الداتا لينك لاير، يعني احنا بعدنا هسه احنا بالسورس ادرس، رحلنا نيويورك بوست أوفيس تيك بوزيشن of the boxes. فاحنا اصلا نريد نرسل الرساله او البايسيكل من نيويورك الى جيرماني، فوصلنا هنا على البوست اوفيس، خلينا به هذه الصناديق السيجمنتيشن وكتبنا عليها الادرس اللي نريد نرسل اليه. ذكر لاير هنا عباره عن الطريق اللي حنرسل به او الوسيله اللي نرسل بها الباكيتس. the boxes are flown from USA to Germany. إذا اللي هنا هاي وصلت الرسائل، تتوصل الرسائل من السورس إلى الطائرة، والطائرة حترسلها لمن؟ للديستنيشن. نجي هنا على جيرماني، هسا نبدي بالديستنيشن. هسا الـ OSI حتنقلب، إحنا هناك بدينا من الأبليكيشن لحد الفيزيكال لاير. هنا بالديستنيشن هتبدي من الفيزيكال لاير وتصعد على الأبليكيشن لاير. أخير شغلة إحنا سويناها، سلمنا الجنط إلى أو الباكتس للسيجمنتيشن ووصلناها إلى البوست أوفيس. فهنيجي إحنا أول شيء مانشستر بجيرماني، هنروح على البوست أوفيس على ود نستلم هذه الصناديق. البوست أوفيس إحنا مكتبنا رسالة عليها العنوان وعليها الأدريس كامل، فلذلك أول شيء هيتأكدوا من الأدريس كامل على مود يرسل إلى الميل الصحيح إلى الهوم الصحيح. الادرس الصحيح. Transport layer destination. Your friend called you and told you have got all the three boxes. فصديقك اللي رسل لك هذا الباكيت هيتصل بك ويقول لك انه هاي الباكيت متكونة، او هاي اللي رسلت لك اياه بالبوست اوفيس متكونة من 3 صناديق، كل صندوق مقسم الى 3 اجزاء، وانا مسوي لك اياه على ليبل. فهيبدي هذا اللي يستلمها هيطلعها ويشوف شلون شكلها.
HD على Station Layer اللي هي عبارة عن ال connection between two friends to network your friend hung out because he is done talking to you. يقول لك أوكي وأنت اتصلت بيا وأنا استلمت البوكسز. Presentation Layer Destination Bob is finished and present. كمل جمعها هاي كلها وجمعها وكملها الأجزاء البايسيكل وبالأخير هيطلع لنا البايسيكل ويقدر يستخدمه الصديقة اللي بألماني. فهذا مثال تطبيقي على ال OSI Model. بس أريد أوضح لكم هنا بهوست لاير هذه الأربعة لاير من الترانسبورت للأبليكيشن only exists in the source and destination host computer. هذه بالهوست والدستينيشن نقدر نستخدمها. This layer manage the network, physical data link والnetwork. This layer manage the information. شغلها إنه تدير ال information out in the LAN or WAN between the source and destination. فلاحظ هنا exist هنا هي تشتغل بال source بال destination host computer هاي بالكمبيوتر. هذه بال LAN وال WAN between the source وال destination. هير البيانات. هذا مثال توضيحي وضحت لكم اياه. مثلا هنا device A device B ودريد هنا كل واحدة عندها حصير OSI layer من layer physical للابليكيشن وهنا من physical للابليكيشن. فهاي هي عبارة عن اللان والوان مثل ما قلت لكم وهذه هتشتغل بيها بالحاسبات للهوست والدستينيشن. شوفوا هنا شو هيجري العملية من اللاير 7 ينزل لحد لاير 1 اللي هي عبارة عن الفيزيكال لاير. هتتحول إلى أنالوج سيجنال. أنالوج سيجنال بالرسيفر هذا رسيفر وهذا سيندر. شوفوا هنا هيبدي من اللاير 1 فيزيكال وينتقل إلى اللاير 7. هتبدي تتحول من اللوجيك من اللوجيكال إلى الديجيتال. مثلا عندنا هذه النيتورك ودريد نرسل إحنا لحد واي. الاكس هو السيندر هذا الواي هي الريسيفر وهنا انا من وضحت لكم اياه هنا اللاير وهذه اللاير للريسيفر. فالسيندر حيبدي اول شيء يرسل اول شيء لازم يختار روت. فاجا اختار من الاكس للاي للبي للسي وبعدين يوصل للواي. ها اختارينا الروت قلنا حسب منه حسب النيتورك لاير اخذها. فاجينا هنا اشتغلنا من الابليكيشن وصلنا للفيزيكال. فيزيكال بالاي هذا أول هوست أول هوب راوتر يجي له. فأخذ الفيزيكال والديتا لينك والنيتورك. إحنا قلنا هذه أول ثلاثة هنستخدمها باللان أو الوان. فإذا هنا هنستخدم الفيزيكال والديتا لينك والنيتورك وهمين همين تضاف إلى البي والسي. فتنتقل هاي التو لاير التري لاير من الأي للبي للسي وهتستخدم خلالها. بعدها من نوصل للواي هتستخدم كل اللاير ونستخدم أيضا لأن هنا هاي عندنا بال 1 وهذه عندنا بال receiver. فلذلك هنا استخدمناها كلها واستخدمنا هاي 2-3 hops ونوصل للواي. Data flow on the network focuses on layer 1. 2 and 3 of the OSI model. This is after being transmitted and sending host before arriving. هاي نفس اللي حجيته. هنا خفت محاضرتنا إن شاء الله يكون الشرح وافي. شكرا جزيلا.